قال الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة رئيس اللجنة المركزية للحج إن موسم الحج هذا العام اتسم باليسر والتسهيلات، وشكر الفيصل خلال مؤتمر صحفي في مكة المكرمة القائمين على إنجاح موسم الحج وكل من تابع أخبار هذا الموسم وشاركنا ولو بالمشاعر. وقال أمير مكة إن مشروع تطوير المشاعر المقدسة من المتوقع أن ينفذ العام القادم، مؤكدا أن المشروع سيتيح استقبال 5 ملايين حاج. وأوضح الأمير خالد الفيصل أن لجنة الحج المركزية تبدأ بالتحضير للعام القادم بعد أسبوع من الموسم الحالي. وقال الفيصل أنه مع كل هذا النجاح الذي حققناه ما زلنا نسعى إلى المزيد. أود أن أعلن أن إجمالي القوى العاملة العسكرية والمدنية في حج هذا العام بلغت أكثر من 250 ألف شخص. وأود أن أقارن لكم مقارنة بين عدد المخالفين للحج قبل 5 سنوات وعدد المخالفين للحج في هذا العام. ففي عام 1433 أي قبل 5 سنوات من اليوم كان عدد الذين حجوا بدون تصريح 1,400,000 حاج. في هذا العام لم يتجاوز العدد 110,000 شخص فقط. في هذا العام نقل قطار المشاعر 360,000 حاج، وسيتم نقل أكثر من 1,800,000 حاج بواسطة 18,000 حافلة مجهزة لهذا الغرض إن شاء الله غير قطار المشاعر. شارك في حج هذا العام أكثر من 32,000 طبيب وممارس صحي. بلغت الطاقة السريرية في مكة والمشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام 5,000 سرير في المستشفيات. تم تجهيز 25 مستشفى داخل مكة والمشاعر وأخرى في المدن القريبة من مكة. تم تجهيز 135 مركز صحي و106 فرق طبية ميدانية.